جامعة شيفيلد من أفضل الجامعات في بريطانيا، وتحتوي على أرقى المميزات وطبعاً أنواع مختلفة من الطلاب. خلونا نتعرف عليهم. نبدأ برعاة القهوة اللي حياتهم هواهم ليستنشقوه قهوة كل يوم، ولكن أظن عندنا مشكلة هنا. جايك وعاب جايك، حيهم الله، حيهم حيهم حيهم. قهوة 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 قهوة. حسين هلا، حلوة، اخبار مرة طيبين، صحة، قهوة، اسمح انه متحمسين. قهوة 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 حلو. هذه القهوة مرة مشي مشي مشي. ها نزل زياريني يا الله، وش اسمه يتكلم عبود وعابد عن هذاك؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
سمي في قهوه انت جو مو انت يعني بتحدى وامو فالح تسوي لنا قهوه ما اعرف من هين خطاط وميزان وميزان زنبركي وميزان حساس على شيء يشربوه الناس هذا بتحدى خلف فوقه. ودائما المعركة بين القهوة العربية والأجنبية تكون حاضرة. مالي أحلى ومالك أحلى وقهوجي وباريستا وما نخلص أبدا. وقوم زلي هاي على تحدى أقول لك قبل ذا وهذيلي خلصنا منهم خلنا نقول الله يصلحهم. بعد نصير توح النوع الثاني من الطلاب اللي يعتبر من فصيلة مدمنين الألعاب والبلايستيشن. وطبعا مثل ما بتشوفوا الموضوع شوية أوفر يعني. شغل بهذه حالي الغيظ كل ولعب والحياة ماشي عنده. عن اي واحد تو نتكلم؟ خلونا اني على الدحاح احسن. وبس غني عن تعريف. لحظة لحظة لحظة، طبعا الدحاح ما لنا غير، استلموا. بس يا ليتني كما غزل بزل تحقي تمقي الضب ضواب الليل بلغة بلغتن در. هذا النوع اللي 24 ساعة راقد ويطوف كلاسات. وطبعا اللي يقولها انت مرة واحدة وين انا وانت شغل خل عنك وقت النومة العظيمة الاسطورية مالي خلنا وقت ننبه الساعة 9 عشان الساعة 10 كن جاهز على المحاضرة. بس اني في هوى النومي متيم
وما لي سوى انه معشيقه وددت له اني في يوم اعانقه واخبره اني في هواه غريقه. إذا كله قادر 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 غيب. زين كذاك ترى العلم السليم وسمو ذاك العقل العقل السليم في النوم المميز السليم ابوي تراك طفرت بي خلاص اخر شخصيه اخر شخصيه والله ما اسوي لك مره ثانيه فويس اوفر هذا النوع عن وحدي ما اشوف البر في البيت حتى نهار يا برع يا هاوت يمين يسار شمال غرب ما بقي مكان ما ساير له تو كذاك زين سبحت نعمني تشركت والله تشركت تستاهل والله مو استاهل والله اي انا طالع انا لا تسك الباب يلا غيب كل ما اطلع ادوره ما الاقي ما اعرف وين يصير ترتيبات عالمية ترتيبات بس خلي بخلف الكواليس وبس هذه بعض انواع الشباب في الجامعة على الرغم من اختلافهم الا انهم كلهم حبوبين وطيبين ماشي منه ها ترى ماشي منه لكن بس لا عشان السكتش مشي لهم انزين وطيبين وعلى يد واحدة كلهم عايشين ها كيمو ما خلص السكتش بعده ايه صح صح لحظة تعال تعال كيف بعد كيف تنساهم هذولا من رجع خلصت واحد واحد اخوي دوم مستعد للتحدي سنتين جالسني لما تسحب قهوة تجهز اخوي أو سنتين حبيبي خلاص خلصت القهوة من زمان كيف تذكر يا التحدي روح تكحى منها وتعلم
ماكينه اخربت قهوه صبر رطوبه العين ما صلت على والله الف الف ايوه عبد الله ما